وزارة الداخلية تؤكد استعدادها لتسلم الملف الأمني في صلاح الدين مطلع العام المقبل. في الأول من كانون الأول ستكون سامراء أولى المناطق في صلاح الدين لتسلم ملفها الأمني من قبل وزارة الداخلية في خطوة أولى لإنهاء عسكرة المدن، وستكون الأقضية الأخرى تباعا في صلاح الدين. هذا ما أكده الناطق باسم الوزارة. متى تستلم الملف الأمني؟ قريبا، لكن ما أقدر أزودك في وقت زمني، لكن في سامراء يعني هذا الموضوع، والموعد حدد في 1/1 يعني بداية العام. هو أكبر مدن محافظة صلاح الدين هي سامراء، سيسلم الملف الأمني فيها، وباقي المناطق تباعا تسلم إلى سلطة وزارة الداخلية، لكن الموعد والوقت ليس بالقريب. أما قيادة الشرطة للمحافظة وعلى لسان قائدها فقد أكدت إن أكثر من 1800 متطوع جدد سيباشرون قريبا، بالإضافة إلى آليات تم رفض المحافظة بها ستكون على استعداد تام لتسلم الأمن داخل المدن. ومما يمكننا من العمل على تفعيل فرض هيبة الدولة وسلطة القانون هو الدعم اللامحدود لوزارة الداخلية متمثلة بالدعم اللوجستي المتمثل بدعم قيادة الشرطة بالعجلات الحديثة، وكذلك الدعم بالأسلحة الحديثة، والدعم بالموارد البشرية من الدماء الجديدة لتعويض عن الشهداء وعن الذين أصابتهم نسبة عجز، حيث تم تعزيز قيادة شرطة صلاح الدين ب 1820 متطوع. وعلى صعيد ملف الانتخابات فقد أكدت القيادات إنهاء الاستعدادات الأمنية لتأمين المراكز الانتخابية وتطبيق إجراءات سلسة بشكل مغاير عن التجارب السابقة. من صلاح الدين براكنعان، قناة الفلوجة.